يا ابني عشان نسمعوا الماتش النهاردة إن شاء الله. الأهلي يكسب والخطيب هو اللي يجيب الجول. خطيب مين يا عم سمعان؟ ده الخطيب مبطل من 40 سنة. مبطل مين يا هبل؟ ده الخطيب بيلعب لسه وهيجيب جوال. يا عم والله شكلك فاصل، عارف الخطيب ايه ولا ابو تريكه ايه؟ الله اكبر الله يا اكبر. مصطفى يا سلام الواد مصطفى عبده ده عليه كوره. مع شويه يا سلام والله ما انا اللي ماشي من وسطكم. ايه الماتش شغال من بدري ولا ايه؟ مش كنت تندهلي يا ابني؟ تعالى يا عم، الجماعه دولت هبلوني يا عم، بيتفرجوا على الخطيب ومصطفى عبده يا عم. ايوه صد يا اكرامي. الحمد لله اكرامي صد الكوره، كان جمال عبد الحميد هيجيبها. جمال عبد الحميد؟ والله يا عم انا قاعد في الخارج.